السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا مزيانين ومرحبا بكم على قناة شيوات وجمال مع فيروزة. وإذا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بأي جديد إن شاء الله. واليوم كما كتشوفوا غادي نوجدوا كيكة اللي الصراحة رائعة، الكيكة المسقية أو الفازكة كل واحد شنو كيسميها، بصوص شوكولا رائعة وجد سهلة. وتا الكيك ديال الشوكولا خليكم معايا باش تشوفوا طريقة التحضير ديال هاد الكيك وكذلك ديال هاد لاصوص شوكولا اللي رائع. بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاجو، خدينا كاس ديال العنبة ديال السكر الخشن ما يعادل 150 غرام، وكذلك خدينا واحد ياغورت ديال الشوكولا وثلاثة المعالق كبار ديال كولاكاو، هاد كوبيل هذا كيما كتشوفوا اولا كولاكاو. وخدينا كذلك كأس إلا ربع ديال الزيت ما يعادل 150 مليلتر، وخدينا كأس ديال الحليب اللي يكون سخون، وأربعة البيضات، قشرة ديال الحامضة غادي نحكها وناخد هاد الحامض أو نقدروا نديرو سكر الفانيلا، وكذلك هناخد جوج خمارات يعني مقدار ديال 16 غرام، وطحين الدقيق ما يعادل من 200 غرام الى 250 غرام، يعني جوج كيسان ديال العنبه، وكما قلت لكم ياغورت ديال الشوكولا. وبالنسبه للحليب خدينا تقريبا 190 ملي. وغادي نبداو، خدينا قبيصه د الملحه وغادي ناخد داك اربعه البيضات اللي عندنا. بالنسبة للبيض نقدروا ناخدو ثلاثة البيضات أو أربعة البيضات لكم الاختيار، وما كنفرقش البيض بوحدو صفر بوحدو كما كتشوفوا، كندير كل شيء وكنطربهم. تقدروا تطربو غير بالطراب العادي يعني ماشي ديال الضو. كنخدم هاد البيضات مزيان بهاد الطريقة. صراحة هاد الكيك كتجي مزيونة مزيونة، خصوصا اللي ما كيعجبوش الكيك ناشف ولوغو ديال الشوكولا كيجي غزال. غادي نضيف السكر الخشن بهاد الطريقة، وغادي نطرب مزيان. ونضيفو كأس ديال الحليب اللي دافي او سخون، انا هنا غليتو من بعد يعني دافي وصافي، اللي غليتو برد شوية. وكنضيف داك كأس الا ربع ديال الزيت يعني 150 مليلتر، وكنزيدو داك ثلاثة المعالق كبار ديال كولاكاو، وكذلك غتشوفوا معايا زيت جوج معالق ديال الكاكاو المر على اللون. هنا البنات كما قلت لكم زيت ثلاثة المعالق ديال الكاكاو المر على اللون. وبالنسبه للسكر البنات اللي كيعجبو الحلاوه يعمل كما قلت لكم كاس ديال العنبه، اللي بغى قل يعمل قل. وزيت هاد الدانون ياغورت يعني ديال الشوكولا غير باش كيجي لوغو ديال الشكلاط، اولا ضيفو الشوكولا يعني دي مورسو ديال الشوكولا تذوبوه وتزيدوا عليه، كيبقى الاختيار ليكم. مهم بهذه الطريقه كيجي رائع واقتصادي يعني ما كيديش بزاف كما شفتوا معايا، مقادير جد سهله. وهنا كنخدم هذه المكونات حتى كنميلونجي مزيان. كناخذ كنحك بالحكاكه هاد لوغو يعني الحامض، حنا كنعيطوا له الليمون. وتقدروا ديروا البنات سكر الفانيلا داك الخنيشه او قطرات من الفانيلا لكم الاختيار. دابا غادي ناخذ هاد خمارات
انا هنا عندي ديال 7 غرام، يعني خديت 2 ونص. وكاين هذوك الحمر اللي كتكون فيهم 8 غرام، او داك البيضة كتكون فيها 20 غرام. غادي نزيدو معاها الدقيق الخاص بالحلويات اللي عندي ديجا مغربل مزيان، كنزيد عليه هاد الخمارات، وغادي نزيدو على الخليط ديالنا كياخد لكم ما بين 200 غرام الى 250 غرام، يعني 2 كيسان العنبة او 2 كيسان ونص. انا خداولي تقريبا 250 غرام. غادي نميلونجي كل شيء ونرجع معكم نخلط مزيان. من بعد ما خلطت الخليط وجا على هذا القوام هذا، خديت هذا المول هذا ديال اللي كنعملوا فيه الكغاطا، وتقدروا ديروا المول ديال الكيكه عادي، عملت فيه شويه ديال الزبده والدقيق. وغادي ندير فيه هذا الخليط هذا على درجه الحراره 180 درجه، كياخد ما بين 35 دقيقه حتى 40 دقيقه في الطياب. كنشعلو من التحت، ومن بعد كنشعلو داك دقيقه ولا جوج من الفوق، وصافي ما كيجيش القوام ثقيل. كنخليو هكا باش كتجي اسفنجيه الكيكه وكتجي لذيذه البنات. كنقول وكنعاودها، وبغيتكم تجربوها، ما نقولكمش كنتمنى تجربوها، ولكن بغيتكم تجربوها. غادي نديرها في الفران ونرجع معكم باش نوجدوا الصوص ديال الشوكولا. كما كتشوفوا البنات تبارك الله الكيك طلعت، يعني كان عندي غير النص ديال المول ومازال سخونه. غادي نشكلها كل ثقب بهذه الطريقه، هذه نخليها على جنب. بالنسبه لصوص شوكولا البنات، كنحتاجوا فيها كاس ديال الماء، كاس ديال الكاكاو. انا هنا خلطت ما بين كولاكاو والكاكاو المر نص نص، يعني 2 معالق ونص 2 معالق ونص. كاس ديال الحليب، نقولوا تقريبا ما كاملش نص كاس ديال العنبه ديال الزيت، ومعلقه ديال النشا، ومعلقه ديال القهوه سريعه الذوبان. وخديت هنا تقريبا نقولوا هذا المغصو ديال الشوكولا، تقريبا 5 دراهم ديال الشوكولا اللي غادي نضيفه معاه. غادي نزيد النشا حتى هو، كاين اللي كيخلي النشا من بعد. انا كنضيف المكونات كلها مع بعضياتها. النشا ما درتش بزاف كما كتشوفوا، معلقه صغيره ما عمراش يعني بزاف، ما بغيتهاش تجيني قاصحه، يعني ما بغيتش انا هاد لاصوص هادي تجي خاتره بزاف. ملي غادي تكون كطيب انتما غتشوفوا القوام اللي كنخليها. كنضيف كلشي مع بعضه. غادي ندير هاد القهوه سريعه الذوبان، وحتى هاد الشوكولا غنقطعو دي مغصو وغادي نزيدو معاها. كنخلط مزيان، كنميلونجي، كنزيد الزيت. وغادي نعملها على نار حتى تبدا تغلى والقوام اللي بغيتو انا. كما كتشوفوا البنات لاصوص كيجي على هذا القوام هذا. وبالنسبه لهذا لاصوص تقدروا ديروه في بزاف ديال الحلويات، في لي تارت المذاق ديالو رائع، وكيعطي كميه يعني مزيانه كما كتشوفوا. حتى المذاق ديالها كيجي مزيوان، تذوقوا بها لي تارت، انواع ديال لي كيك، الباستيلي، مهم بزاف ديال الحاجات. ان شاء الله نشارك معكم في اشياء اخرى. هنا خديت الكيك وضروري ما تشكلوها كل ثقب باش كتصف وكتجي مسقيه وكتجي لذيذه. اذا كانت الكيكه بارده خص هاد صوص الشوكولا تكون سخونه، والعكس اذا كانت الكيكه سخونه هاد لاصوص تكون بارده باش كتشرب. وكما كتشوفوا كنسقي بسم الله على بركه الله، وريحه زوينه ومزيونه بهذه الطريقه. هذه راه كلشي كيتساف، هاد لاصوص هذه كتشاف، ويا اما كتخليوها ليله كامله في الثلاجه. اذا كنتم مزروبين بها كديروها في الفريكو دغيا، كتوجد غير ما تبيتوهاش في الفريكو. كنشكل بهذه الطريقه هذه، وغادي نسقيها مزيان وندخل هاد لاصوص مزيان، ونديرها في الثلاجه تبرد باش من بعد ان شاء الله نزينها معكم ونوريكم كيفاش جات. وراه جات رائعه 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 كما كتشوفوا، في مع هي بارده في الجوانب كنحاول ندخل هاد الشوكولا هذه.
هانتوما معايا حتى نخرجها من الثلاجة ان شاء الله وتشوفوها كيفاش جات باش نزينها معاكم. من بعد ما خرجتها من الثلاجة وبردت، هنا انا خديت الشوكولا حكيته في الحكاكة اللي حكيت فيها الحامض. غادي نقطع بعدا دي مغصور كيما بغيتو، سواء كبار او صغار، عينكم وميزانكم. بالنسبة للمول تقدروا تاخدوا المول اللي كبير على هذا، ما عاديش منفوخة بزاف، يعني كيبقى لكم الاختيار. وبالنسبه للتزيين كي عندكم اختيار بلوز ايفيلي او لا بالكاوكاو ايفيلي، اللوز، القرقع، باش ما بغيتو او لا لي بونبون اللي عندكم تواجد في الطاق تقدروا تخليوها حتى هكا، ماشي مشكل. انا خديت هاد الشوكولا هذا. كتزينو على شكل عشوائي، تقدروا تفطروا بيها، ديروا بيها الكوتي وتعطيوها لوليداتكم، مش حاجه من زيونه. انا من افضل الكيك اللي عندي هذا الكيك شوكولا ومسقيه، كنأكد مسقيه يعني فازقه. غادي نقطع مغصو ونوريه لكم كيفاش كيفاش اسفنجيه جات. هذا هو المهم، ما تكونش قاصحه وجات معلقه. آه بسم الله. شوفوا شحال تبارك الله جات منفخه، هنا غادي يبان لكم. هذه هي الكيكه، كنتمنى تكون عجبتكم، كيك الشوكولا اللي مسقيه، وتجربوها حتى نتوما وتبارطاجيو وعطوني في لي كومونتير رايكم كيف جات. غادي ندير واحد المعلقه تشوفوها من الداخل وتشوفوا هاد لاصوص ومعلقه. ودمتم في امان الله، وكنبغيكم وكنحماق عليكم، ونتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. وفي السلامه عليكم، وتهلاو في راسكم.